مخرجة ملاك الصياد منورانا النهاردة في سوشيال قناة صدى البلد، جايين طبعا نحضر افتتاح مهرجان ميد فيست، وعارفين ان ليكي فيلم بقى في المهرجان، فكلمينا عنه. الفيلم بتاعي اسمه قلتلك، هو فيلم قصير تسجيلي، هو فيلم شخصي عن رحلتي انا مع مرض اسمه بطانة الرحم المهاجرة، الاندومتريوسيس. هو مرض منتشر جدا، موجود عند واحدة من كل ست ستات، سوري واحدة من كل 10 ستات، ولكن معظم الناس ما سمعتش عنه بسبب ان هو اعراضه هي وجع الدورة. يعني من اهم اعراضه ان هو بيجي وجع شديد وقت الدورة، واحنا في المجتمع بنعتبر انه دي حاجة عادية، بنقول للبنت ما تستعبطيش، روحي اشتغلي، روحي المدرسة. فاللي بيحصل ان هي البنات بتقعد من 7 لـ9 سنين تقريبا ما مش بتتشخص، عشان ما تعرفش اصلا انه اللي عندهم ده مرض. فدي قصتي انا الشخصية، واتمنى ان هو يعجب الناس. برضو السنة دي المهرجان بيحمل اسم العلاقات، فشايفة ده ازاي؟ يعني هو العلاقات يعني موجودة في كل حاجة، موجودة في كل فيلم بنتفرج عليه، موجودة في كل جانب من حياتنا، وانا مبسوطة ان احنا بنسلط الضوء على ده، لانه هي فعلا العلاقات اللي بنبنيها من واحنا صغيرين ولحد ما نكبر هي اللي اكتر حاجة بتأثر فينا. يعني مين بكرة هيبقى معاكي بقى في ندوة الفيلم او كده؟ هيبقى معايا أصحابي وعمي، يعني ناس من صحابي موجودين هنا، بس الكرو بتاع الفيلم مش موجودين في مصر حاليا، فمش هيقدروا يحضروا معايا. اتصور ما بين أمريكا وهنا وألمانيا. شكرا قوي ليكي، شكرا.